ما أعجب العلق، إنه يمتص وثم يلفظ، يمتص ويلفظ. يا سيد أخزية، أهو الذي يريد أن يكون ملكا؟ لا لا، بل الناس يريدون منه ذلك. وماذا يقول الناس له؟ انتبه يا سيد أخزية. يظن بعض الناس أنه إذا ما صار ملكا فسيحظون بحياة أفضل، وإذا ما أجمعوا على عيسى ملكا لهم فلن يكون للروم عليهم سلطان، ويدفعون شرار حكومة أبناء هيرود الذين ملأوا قلوبهم طيحا. أردنا دفع شرور الروم عنا، فزاد قومنا الطين بلة ويريدون إحياء ملكية اليهود في الغابرين من جديد. ومن ذا الذي اجتمع أمرهم عليه؟ هيا قل لي. ذاك النبي المتجول حافي القدمين، يا للسخرية. صدق. اسمع، أنا أريد أن أعرف، هل عيسى يميل إلى رأي هؤلاء؟ كلا، فأنت أعلم بهذا الرجل أكثر مني، فهو ينادي بالزهد عن هذه الدنيا وكل ما فيها. إذن فما أمره؟ حسنا، فليرفض ويعيد الفتنة. سيد قيافة، المعضلة ليست منه بل في من يرغب فيه. الناس، وأي ناس؟ الهائمون على وجوههم. سمعت أن عيسى قد قال لهم: داويت المرضى فشفيتهم، وأحييت الموتى، وأبرأت الأكمه، ولم أقدر على إصلاح الأحمق، وهو صادق، فأنا على رأيه هذا أيضا. فحماقة خراف اليهود بلا دواء. صدق، لكن صدقني يا موقر، عيسى لا يشكل في هذا أي تهديد قد نخشى عقباه، فقد جاء في بلاغ أعيان الروم أن أي تجمع باسم عيسى جريمة يعاقب عليها. أجل، فقد اختلفت الأمور الآن، وكذلك قانون منع تأليه عيسى. لما لا تذكره؟ ورغم هذا أرى أن على مجلس الشيوخ. وماذا ترى يا أخازية؟ أن نبعث بكتاب آخر لهم ليصدروا بلاغا آخر للناس بمنعهم من مناداته بالملك؟ كفاكم هذا، كفاكم. التاريخ بالتأكيد سيهزأ منا، وسيسخر منا الخواص والعوام، وسيتجرؤون علينا فيقولون: انظروا كيف أن المبجل روح الله قد قلب الأمور على رجالات سنهدرين بطرفة عين. هذا ما سيقولونه. وددت لو أعرف الذي ذاك الذي أشاع في الناس فتنة ملكية عيسى على اليهود، وددت لو أعرفه. اسمحوا لي أن أقول لكم أيها السادة أن ذلك الشخص أنا بكل تواضع. ماذا؟ أنت؟ ولما أنت؟ أنتم تعرفون جيداً أيها السادة أننا عاجزون عن مواجهة خصم كهذا في ساحة واحدة، وهو عقيم، فنحن وهيرودس أيضاً وحتى الروم قد سعوا إلى ذلك مراراً ولم يفلحوا، فكلنا نذكر استدعاء السفيرين المرتشيين إلى الهيكل، ولا شك أنكم تذكرون. إذا كنا نسعى إلى إيجاد حل يجمع كل القوى المتشردمة، حل جديد من نوعه، حل خلاق، حل مبدع ولا مثيل له أبدا، حل خلاق جدا وأيضا مبتكر. أجل، خلاق ومبتكر. لم يكن بخسا أيضا. أنصت معي، في الحقيقة نحن في معبد سنهدرين لا نملك من المحاربين ما نواجه بهم عيسى، ذلك لأنهم يأتمرون بأمر بيراتوس، وهو لا يميل إلى عوننا كثيرا كما تعلمون. وأما هيرودس فقد شغلته الكأس والمدام والشراب، فرأيت أن
أمهد لزرع الخوف لدى الروم وأيضا لدى هيرودس من هذا الرجل. وأي شيء آخر من الحديث عن ثورة عارمة على ملك من يحكم، فإشاعة حكم عيسى كملك لليهود سوف توحد الروم وتوحد هيرودس معهم أيضا، وهو لم يضرنا إلى هذه الساعة. وقد نجني قطوفنا عما قريب، علينا الانتظار. كاد صنعك يرضيني، ولكن بعد الآن عليك مشورتي يا روبين، عليك مشورتي، أليس كذلك؟ ورغم هذا، هل الفتنة سيتم وأدها قريبا أم لا؟ وماذا ترى أنت؟ أنقدح في أمر عيسى كابن الله ونؤجج نار فتنة أرادتها الروم للناس، فننال من شرفه في عوام القوم ونطعن به؟ وها أنا ذا أحذركم إن شاع أمر عيسى، وكما هو عليه بين الناس وقوم اليهود سيعني اندثار وفناء دين سنهدريم، وسيطال أمره كهنتنا أيضا، وعندها سوف ينكفئ الناس عن تأويلنا لدين موسى ولن يسمعوا منا بعد هذا قط، فتخمد نار مجلس سنهدريم، وعندها ستصبحون وأبناؤكم ونساؤكم تستجدون رغيف الخبز لطعامكم. فهو يسعى إلى تأويل دين موسى ويدعو الناس لما يريد، وهذا مراده الذي نهابه. إذن يجب علينا أن نضع حداً لهذا الواعظ بأسرع وقت ممكن، وإلا سوف يدمر كل ما بنيناه وخططنا له على مدى قرون طويلة حتى يومنا هذا. سيدمر. الأسوأ منه والأسوأ ما جاء في قوله أن النبي الموعود ليس من نسل إسحاق بل هو من نسل إسماعيل، وليس هذا بما يطاق، فأنا لا أطيق هذا على الإطلاق. إن قوله هذا يجدث جذور شرعية سنهدريم المقدسة، فلطالما قلنا لحشود الناس إن المسيح الموعود قد اجتباه الله ليخلص أمته المختارة بني إسرائيل، وما الناس معادون لنا حتى الآن إلا لما عاهدوا به شريعة سنهدريم المقدسة حتى ظهور المسيح، وهذا ما ذلل طاعتهم لنا. ولو علمت اليهود أن المسيح ليس لهم وحسب بل للعالمين وهو يدعو الناس والأمم جميعا لحبطت كل مخططاتنا على مدى القرون السابقة، أليس هذا صحيحا يا أخازية؟ يا للعجب يا للعجب. إنه يقترب من سلبنا لكل ما نملك الأوامر. بعد أن ننتهي من قتله حينها سنفكر في أمر تعاليمه المشيدة. أجل صحيح. كفى، أبعد عني هذا العلق الآن. يبدو أن المبجل قيافة نسي أن هذا الرجل أصم. أجل، إنه أصم. Thank you.
إن كان لك علم بما جاء من موسى وجاءك علم ما كان في صحف النبيين أيضا، أخبرني كيف كان عهد الله لأبينا إبراهيم عن النبي الموعود، وماذا ترى؟ هل الموعود من ذرية إسحاق أم إسماعيل؟ يا معلم، كيف تدعوني أن أفصح عن هذا؟ خاصة في وقت أقر فيه مجلس سنهدريم جزاء الموت لكل عضو فيه إذا ما تحدث للناس عن حقيقة ما وعدنا الله به. إني أخاف جزاء الموت. الموت يا معلم. هل أنت تخشى أن تخسر هذه الدنيا الدانية التي مآلها الزوال؟ أتخشى فعلا؟ قل ما هو حق. لقد رأيت في مكتبتي قيافة كبير الكهنة، كتيبا قديما كان قد خط بيد موسى، وهو كتاب موسى الحق نبي الله. كتب فيه أن إسماعيل أبو النبي الموعود، وإسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل. وقد جاء فيه قول موسى: اللهم رب بني إسرائيل الرحمن الرحيم، انظر في أمري فإني في غفلة منه. فصور له الله نبيه الموعود في حجر إسماعيل، وجعل إسماعيل في حجر إبراهيم آية له، وجعل إسحاق إلى جانب إسماعيل، وقد ضم صبيا وجعله بين يديه الحنونتين، وقد أومأ بإصبعه إلى النبي الموعود وقال: هذا الذي سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين. فسر النبي موسى سرورا جعله ينادي: يا إسماعيل، طوبى لك ما حملت بين يديك، فقد أودعت الدنيا والآخرة. أيها المبجل، لم أرى الله يأكل الطعام وينحر الخراف، ولم يكتب في ذلك الكتاب أن الله اختص بني إسرائيل بالرحمة دون غيرهم، بل جاء في ذلك الكتاب أن رحمة الله قد وسعت جميع خلقه. وأنا لست بقادر عما جاء في كل الكتاب، ذلك أن كبير الكهنة الذي كنت أقرأ الكتاب عنده قد منعني قراءة ما بقي، وقال: لن تقرأ بعد هذا، واعلم أن هذا ما كتبه ولد إسماعيل. فأخذ الكتاب بقوة ولم يسمح لي بقراءته بعد ذلك قط.
والآن وقد جئتنا بما هو حق. قد فزت. وإني لناهيك أن تسعى لرضا المخلوق بسخط الخالق. ما بك؟ إن أخي يحتضر. لا تبكي. كيف لا أبكي وهذا أخي؟ لا أحد لي غيره يحتضر وهو على مشارف الموت. وأين دار أخيك؟ بيت أخي في بيت حنية. ولكن أخي يحتضر يا معلم. لا عليك، انهضي الآن وارجعي إلى أخيك. وكيف؟ انهضي واسمعي ما أقول. انهضي وعودي إلى أخيك ولا تترددي أبدا. هيا انهضي. هيا، قلت لك ارجعي إلى أخيك فهو لن يموت. أيها المبجل، لقد وعدتنا في المعبد من قبل أن تفصح لنا أمر الدنيا وما هو آت منها. ألا ترى أن الوقت قد حان؟ ما أعظم ما جاء به لسانك، والأعظم منه الجواب الذي ستسمعونه. يا معشر الحواريين اسمعوني، فإني مفارقكم عما قريب، فاسمعوا وعوا، لا يغرنكم بعدي أحد. مثل ابن آدم مثله كمثل الشمس
تسطع من الشرق وتؤول نحو المغيب، وهكذا سيبدو للناس أجمعين. ابن آدم، نحن يا روح الله قرأناه في الغابرين عدة مرات، فمن هو ابن آدم؟ إنه آخر نبي للعالمين قد ادخره ربي، وهو ينجي بظهوره عباده الصالحين. فبعد المصائب التي ذكرتها لكم سيحجب نور الشمس عن الناس، ويخسف بعدها القمر، وتقذف السماء أيضا شهبها، وتزلزل مواقع الأفلاك، وعندها طوبى لمن حضر مبعث ابن آدم، وترى الناس شعوبا وقبائل تنوح من شدة المصائب، وكأم ثكلت ابنها تبكي وتلطم. عندها فجأة يرون ابن آدم في غفلة منهم، وقد بعثه الرب بجلال وجمال رحمة ورأفة بهم. يا معلم، هل لك أن تنبئنا عن ساعة مبعثه ووقت الظهور؟ وأما الساعة واليوم فذلك عند ربي تجهلها حتى الملائكة. فظهور ابن آدم مثله كعهد نوح النبي، ذلك أن قومه كانوا قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتكاثرون أيضا، حتى تبعه في دعوته قلة من المؤمنين وآمنوا به، وبعدها ركبوا معه السفينة، والناس لا زالوا يجهلون ما سينزل بهم من عذاب، حتى أخذهم الطوفان وفتح الله عليهم السيل يجرفهم. فليكن ذلك آية لكم تدلكم على ظهور ابن آدم. فطوبى لمن عرف واتعظ، إذ لا علم لأحد عن الساعة تلك، ساعة الظهور المرتقب. يا ليتنا نعلم ما سيكون من أمر الناس ساعة بعثه. إني قائل لك، ما إن يأتي ابن آدم بدعوته فترى الناس جميعا قد اجتمعوا حوله، وتراه يصف كل قوم بما لديهم، فيجعل على يمينه فئة منهم وفئة أخرى على شماله، ثم ينظر إلى أصحاب اليمين ويقول: طوبى لكم فقد بركتكم السماء لأنكم تستحقون، وها هي الأرض تورثون. هكذا سيجازون. والويل الويل لأصحاب الشمال، يصلون نار الجحيم بما قدمت أيديهم، لذا فالويل لهم، قد ضلوا السبيل الحق، فهذا هو جزاؤهم لكل ما كانوا يظلمون. يا معلم، لدي سؤال، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتق الله يا رجل، فالرب على كل شيء قدير، فإن هو أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إنما يا روح الله نحن نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا لما دعوتنا،
ويكون نزول هذه المائدة السماوية بمثابة عيد لنا وآية من ربك. اتقوا الله الضابط الكل، فقد سمع ربكم بما تقولون لا ريب. وهو منزلها عليكم من السماء، ولكن إن كفر أحد منكم بهذه المعجزة بعد ذلك فهو معذبه عذابا أليما لم يعذب به أحدا من العالمين. رحمك يا رب، رحمك يا رب. والآن باسم الرب، كلوا ما أنزل الرب عليكم من طعام. يا له من سمك لذيذ، فهو ألذ من كل ما اصطدته من سمك في الجليل وأكلت. إسخريوطي، تفضل تذوق، إنه لذيذ. لمن كفأت عنا هكذا؟ هيا كل، فلست بحاجة لأن تنفق من مالك لهذا السمك. هيا. أو تظن أن هذا سمك حقا وفي هذه الصحراء؟ لا 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 لا، بل هذا ضرب من ضروب الوهم والخيال، ولتسمونه معجزة ولا تتوقعون مني أن أصدق هذه الأوهام وأقبلها معجزة لي. وكيف يكون ونحن في وسط البرية وإذا بمائدة سمك تظهر فجأة؟ لا 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 يمكن، لا 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 يمكن، لا، وأنا على حق. أجل أجل، لا 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 لا، كفاك هراء. اهدأ، ماذا أصابك؟ بلى أفهم جيدا. أجل، أتفهمني؟ أجل، وإن رودتك الظنون. لا، بل أنت لا تكفر. عليك من حرج، وسمي هذا ما شئت، معجزة أم خيالا، أما أنا فلا يمكن. لا 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 لا، أنا لا أصدق، لا لا أبدا، أنا لا أصدق هذا أبدا. ما لك تكفر يا إسخريوطي؟ لما تكفر؟ أخبرنا. لا أظنك حسبت هذا، حسبت هذا خبزا. لا، وأي كفر هذا؟ فأنا أقول الحق. بل تكفر. هذه هي الحقيقة، وسأتحمل العواقب. ها قد كفرت. إما أنكم قد جننتم أو أنا. المعلم، تذكر جيدا قوله، إن من ينكر هذه المعجزة بعد الآن ويكفر فالرب معذبه. كفى، أرجوك كف عن هذا. ولكن إن كفر أحد منكم بهذه المعجزة بعد ذلك فهو معذبه عذابا أليما لم يعذب به أحدا من العالمين.
لقد قلت لي بأن أعود إلى أخي، فهو لن يموت، أليس كذلك؟ هذا ما قلته لي أنت. أخوك لم يمت، ولكننا أودعناه الثرى منذ 4 أيام. إنه لفي نوم عميق، فالميت الحقيقي من يموت حقا ويذهب من العالم دون أن ينال رحمة الرب. أيها الناس، لم يمت إليعازر، بل هو في نوم. أزيح عنه التراب حالا، يا ربي وإلهي القدير، يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يا رب الأرباب، أنزل برحمتك على أمتيك ورد إليعازر إليهما. إليعازر انهض. انهض إليعازر، يا عزيز عيسى، انهض إليعازر، انهض إليعازر، إنها معجزة، نهضة إليعازر، إنها معجزة. هيا هيا لنخبر الجميع. أرأيت؟ أحيا ميتا، نحن لن نقدر عليه. لا شك أن ما جاء من أمره فهو معجزة، وأي معجزة؟ إحياء إليعازر وإخراجه من قبره بعد 4 أيام على يد الناصرين. ولا تنسوا، ولا تنسوا أن إليعازر من سادة البلد ومعروف بين الناس. معجزة،
بل كان من الأفضل لك أن تقول بأننا نواجه توطئة يا جناب أخازية. فإن احتكمت إلى عقلك سيدي لجاءك بألف دليل ودليل على أنها خدعة أخرى ليس أكثر، وليست بمعجزة أبدا. أمر محير. وأما عن الأربعة أيام التي قضاها ابن يواكيم في القبر فلا بد من أنه كان حيا في هذه الأيام الأربعة، وقد تواطأ مع عيسى. إن عيسى الناصري لم يأتي بمعجزة. طبعا إن سألتموني عن سبل معالجة هذا الأمر فسوف أقول لكم أن نزرع الشك في الناس، ولكن لدي فكرة أفضل، وهي أن تبعثوا إليه رجالا يطلبون منه أن يعيد الكرة مرة أخرى. فإن استطاع عيسى الناصري أن يحيي رجلا قد توفاه الله في الغابرين وأعاده إلى الحياة، فلربما، اسمعوا، قلت ربما، يمكن القول إنه جاء بمعجزة حقا وأحيا الموتى. وإن لم يستطع أن يفعل ذلك، عندها سيكون لنا موقف آخر، والأهم، سينفرط العقد من حوله وسيعرفه الناس على حقيقته. عندها سيحاسبونه. وماذا لو أحيا فعلا؟ لا، لن يقدر أبدا، لأن هذا الأمر غير ممكن. أطلب منه أن يحيى شخصا معروفا كان قد مات منذ زمن بعيد. أعطني مثلا. مثلا كهيرود الكبير. هيرود الكبير؟ أبو هيرودس؟ روح والد ملك الجليل العاجز الميت هيرود. أيها المبجل قيافة، تراني أستبشر خيرا، تبدو وكأنها أسطورة يونانية. أنا أرجوكم يا سادة أن تكفوا وتعرضوا عن هذا الكلام، أو تعلمون لو شاع ما تقولون؟ ووصل الخبر إلى هيرودس فستحل علينا كارثة كبيرة. في هذه الحال سنكون قد رمينا بأنفسنا إلى التهلكة بأيدينا، ولا ناصر ينصرنا، ولا أظن أن عيسى سيشفق علينا ويحيينا. والأنكل يا سادة أن يحيا هيرود الكبير، وهذا يعني عودة الظالم قيصر فلسطين ليسومنا العذاب الطويل من جديد. ولن يعلم تأويل ما سيحل بنا أحد. وإني لأقسم أنه سوف يرسل جنوده ليسرق كنز المعبد المقدس. ولا أظنكم قد نسيتم أيها السادة أن ذاك الوحش العجوز قد سبق وأذاق. رؤوس أعضاء السنهدرين الذلة والهوان، وكان يشعر باللذة والسعادة مع كل صرخة تعلو من الوجع والظلم. يا سادة ما بكم؟ وكأننا قد صدقنا ما جاء من أمر عيسى وأنه قادر على أن يأتي بمعجزة، وإني أراكم من الآن تخشون عقبة الأمور، وهذه هي المعجزة بعينها يا سادة. فلنكن صادقين، كل ما هنالك أنه علمنا أم جهلنا، رضينا
أم لم نرضى؟ ها نحن قد صدقنا ما بين يديه واستقواءه علينا بالإعجاز. فيا لنا من مرائين نكتم الحق الذي نراه بأعيننا. أو تعلمون ما جزاء أولئك الذين لا يؤمنون بنبي مبعث؟ يعني أولئك الذين لا يؤمنون بالدين والملائكة وروح القدس. الدين، الملائكة وروح القدس أيضا؟ كف عن هذا يا أخزية. إنكم ما زلتم تنكرونه لأنكم تريدون أن تروا الله جهرا. أما نحن وعامة الناس فلا زلنا نؤمن بنسمة أمل مما جاء في توراة موسى، فتروننا نؤمن بالروح وما جاء من الملائكة. لا شك، طبعا أنا لا أقصد إيذاءكم والإساءة إليكم أيها الزهاد. لا تقلق يا صديقي العزيز، إنما هو رأيي الشخصي في الأمر. علينا أن نرسل في طلب عيسى الناصري ونطلب منه أن يحيي رجلا قد عفى عليه الدهر منذ أمد وقد مات منذ آلاف السنين. منذ آلاف السنين. آلاف السنين؟ لقد عرفته. سام؟ أجل، سام الابن الصالح لنوح النبي، وجدنا الأعلى نحن الفرس والعرب، ولحسن الحظ الجميع يعرف مثواه في أعالي جبال الجليل. يحيي سام؟ ولما لا؟ وهل أنت واثق تماما أن الأمر هذا لن يؤجج نار فتنة أخرى؟ لا أظنه يقدر عليه. أو تعلم لماذا؟ ذلك لأن عظام سام قد باتت رميما، فقد مضى على هلاكه آلاف السنين ولن يقدر أن يعيده كما كان. ثم ليس معلوما أن يكون قد دفن أحد في ذاك القبر أم لا، فهذا ليس مؤكدا. أحسن، أقسم بحياة الرب بأن هذا هو ما كنا نريده. أجل، ولكن علينا أن نعثر على شخص يتعهد القيام بهذا الأمر. مولاي المبجل قيافة، دع هذا الأمر لي أنا شخصيا. أنا أقسم أمامكم بجلال الرهبانية المقدسة، نحن الاثنان قادران على تنفيذ المهمة. لنغلقن عليه الطرق ولنغلقن الشعاب، فلا يبقى للناصري سبيل سوى أن ينصفنا في أمرنا، ولا نرجو سوى اجتماع رأيكم علينا. سنقوم بالمهمة إن أذنتم لنا سيدي. لا بأس، وكأني لا أرى غيركم يا أولادي، ولا حيلة لي أنا خادم شريعة موسى سوى الدعاء لكم بالسداد والنصر والعزة. سام ابن نوح قبر خال. لن يفلت منا هذه المرة أبدا. أجل، ولكني لا أظن أن أحدا سيتجرأ علينا من بعده. تفضلوا.